الكويسه كلها اللعيبه كاس العالم صح؟ اللعيبه الكويسه قبل كاس العالم قبل كاس العالم. بص اقول لك على حاجه، الجزائر من 2018 عاملين قوام الفرقه بنسبه 85-90% كلهم محترفين كلهم 85 ايه يعني الا ما رحم ربي. بتسيب ايوه بتسيب نسبه كبيره من الاحتراف يا احمد. يا احمد انت دلوقتي بتطلع لعيبه الكويسه قوي بره، الصغيرين بتطلعهم بره بدليل ان مفيش لعيبه من جوه المغرب بتلعب منتخب. طب ما انت انت دلوقتي مين المنتخب في مصر؟ اما منتخب المغرب، اما منتخب المغرب كامل نجومه بيجي يلعبك بتكسب، ما بيديكش 7-8-9. ايه 7-8-9؟ وفي 7-8-9 دي ازاي يعني؟ انت من الجزائر خسرت قبل كده 5 واما حبيت منتخب الاولمبي 7-8-9 دي يعني انت ايه؟ انت بتلعب عادي؟ ما انت عندك دلوقتي قوام، عندك لعيبه، عندك لعيبه في مصر دلوقتي مصنفه عالميه، عندك صلاح، طفى، مرموش، تريزيجيه، خلاص عندك لعيبه عبد المنعم. ها عبد المنعم ما هو في لعيبه تانية. ايوه لا ماشي، انا بكلمك على اللعيبه اللي ليهم اسماء واخدين نفس الخط. صلاح ومرموش ومصطفى محمد بس بس معلش هتحط تصريح عالمي عالمي ان شاء الله يكسر الدنيا. انا بس عاجبني بس التصريح او وجهه نظر الكابتن محمد، لان هو شايف بصوره ابعد واعمق شويه، زي ما احنا مثلا شفنا في الكام يوم اللي فاتوا الانتقاد الكبير قوي على عمر مرموش مع انه لاعب مصري. عاش خبال انه لاعب مصري. مين اللي بينتقد؟ من ناس كتير، كان الناس اللي اتكلمت عن عمر مرموش. هو كابتن محمد هنا برضه مين اللي اتكلم؟ بقى محمد عبد المنعم واحد من اللعيبه الكويسه، هو لاعب مصري قبل ما يكون لاعب في الاهلي. انا حبيت اوصل بس مين ان هو قالها وما اتسمعتش. عمر مرموش مال لاعب في الاهلي؟ معلش بس اسمع منك. محترف مصري؟ محترف مصري مصري محترف مصري. اتفضل يا كابتن. انا زي ما بكلمك معاك قلت لك انا اللي يهمني الاهلي ولا زمالك دلوقتي. ان هو لاعب مصري في الاخر، ده بيمثل منتخب مصر، بيمثل بلدي، يديني اضافه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. اتمنى له كل التوفيق، كل التوفيق محمد عبد المنعم وكل المحترفين المحترمين. بس انا بتكلم على ممكن بيقابله في الفتره دي. ولا كابتن عفه بتقول ان هو احنا قلنا عليه ان هو افضل لاعب وهو في الاخر مش ايوه بس بثبتلك ان احنا مع محمد عبد الله سوء حظ سوء عرض ما تعرضتش بالشكل كويس ومش هقول حتى انما مع الوقت اللي انت هتعرضه مع مرور الوقت والمؤتمر اتاخر. لا وما قيمش كمان المدير الفني. مساك كبير. انا بكلمك عبد المنعم يلعب بره مرتاح جدا 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 مع مرور الوقت والاستمراريه وتوفيق ربنا طبعا في الاول وفي الاخر مع شويه اجتهاد منه، عبد المنعم في حته ثانيه وده اللي نتمناه. انت مع تقييمك ويصبر ويصبر. احنا كلنا جربنا. يعمل لعيبه اجتهاد ويصبر. انا جربت فتره احتراف كابتن عفه تجرب. لو كنا انا لو كنت صبرت شويه كنت ممكن ابقى في حته ثانيه. نفس الكلام كابتن عفه يصبر زي عفت كان في تركيا معاه محترفين من جزاء مختلفه. هو اللي كان بيقول لي ياخد صلاح مسلي، ياخد مرموش مسلي، ياخد مصطفى محمد مسلي، ياخد الناس فعلا اللي خدت الاستمراريه وقعدت فتره. مفيش حد بقى على ما اعتقد معانا اكتر من صلاح. انا وصلتهم اللي انا عايز اقوله كويس من شويه بس عايزين نوصل في الاخر زي ما كابتن لازم نبقى مقتنعين ان الموهبه موجوده، التالنت موجود، بس كليتشر الثقافه بتاعت الموهبه عندنا نقص شويه. طب لما تعرض نفسك ليه بقى دي لسه بدايه ليه؟ ليه؟ اول دخول ده مش لسه بيجي في الفلسفة. ارجع تاني ارجع تاني لاصل الكلام. كابتن عفه اتقال من فتره ان كيروش قال اللعيبه المصريه ما تاسستش على حاجه معينه، فاقدين اساسيات كره القدم. لو رجعت بالزمن كابتن مجدي في البرتغال، كابتن مجدي طلبه في اليونان، مين تاني؟ عظيمه في المانيا، كابتن هاني رمزي في المانيا، مفيش تاني؟ في تاني؟ كابتن اسامه جلال على ما اعتقد. مين؟ اسامه جلال. مين اسامه جلال؟ اسماعيلي او مين اسامه جلال؟ مش فاكر. اسامه جلال السيرد باك؟ مش فاكر والله مش عارف. اسامه خليل. انا اسف اسامه خليل. انا لا اسامه خليل. كابتن اسامه خليل محترف امريكا في حته. اول واحد حته ثانيه محترف. اسامه خليل حته ثانيه. احنا كان ايوه بس كان محترف يعني. انت بتسال المحترفين بره. لا انا بكلمك على اقرب حاجه كانت مع كابتن جوهري. كابتن اسامه خليل لما سافر اللغه والثقافه سهلت له كتير قوي. يعني اقول لك على حاجه، ودي خالد الغندور فرنسا ما يرجعش يكسر الدنيا. اللغه والمعامله والاسلوب مدارس فرنساوي هتسهل كتير قوي عليه. والحرفنة. لا مش هتكلمني فنيا فنيا لعيب كبير. دي بقى هتشيل لك 50% من الضغط النفسي عليك كانك بتتعود على المناخ اللي انت فيه. طبعا. اما هنروح الامارات نروح السعوديه كلنا بنبرمج التخييم. لغه بس يا كابتن محمد وقت. لغه بس ولا امكانيات بالفعل يعني اللي ينصف في القصه دي؟ اللغه زي ما كابتن عمرو بيقول إمكانيات ولا أكثر. امكانيات اقوى؟ بص هو اللغه طبعا عامل مساعد وعامل كبير جدا. بس امكانياتك انت كجوه الملعب
دي اللي بتفرض اي حاجه. انا بادي تمريني زي الجيم بتاعي، التزامي داخلي وخارجي بره الملعب جوه الملعب، ده بيفرق كتير مع اللعيب. اللغه دي مع الاستمراريه مع مرور الوقت كده كده بالطبيعه وتلقائي هتتعلم، ايا كان بقى نوع اللغه، فرنسي، تركي، ايطالي، انجليزي، كده كده هتتعلم هتتعلم. انما اللي بيفرض الاساس امكانياتك انت ككواليتي لعيب، هل انت قادر تقدر تعدي المحطه دي وتبص للاكبر، ولا انت هتقف لحد هنا وترجع تاني؟ أيوة. هي دي اللي بتختلف، الحته اللي انت قلت لها العقليه، العقلية. شخصيه اللاعب نفسه بيفكر ازاي، لان هو ممكن مع الوقت يتاقلم ويبقى كويس. ميدو يعني. ميدو وهو في مارسيليا كان من الاحتياطين ميدو الاثنين، دروجبا وبريموفيتش. بريموفيتش انت بتتكلم في ايه؟ ميدو في الوقت ده قال لك انا ما كملتش، كاريزمته وشخصيته وهو جوه الملعب فرض رايه على كل الناس، ما كملش بقى الحته بقى. هو قال لك زيدان، طب ما احنا محمد زيدان لما راح شفنا حاجات بيعملها في المانيا، المهاره بتطغى على اي حاجه. بالظبط. احمد حسن بلجيكا وتركيا، عبد الظاهر، ايمن عبد العزيز، في ناس كملت لما لا نهايه. وفي ناس حد يشك او يشكك في قدرات ان عصام الحضري من عظماء حراس المرمى اللي جت في تاريخ مصر، ما ينجحش في سيون.